بعد أن خرج الشعب المصري ليصحح مسار ثورته في 25 يناير في ثورة 30/6، وبعد أن احتشد في الميادين أقرب لفيض النيل الذي فاض بشرا في 26 يوليو ليعلن أنه مصر على الدفاع عن ثورته وعن دولته وعن مستقبله في بناء دولة وطنية مدنية حديثة تليق بمقام مصر الحضاري وتعلي من شأن مستقبل هذا الشعب العبقري الذي يستحق أن يقف الدنيا على أطراف أقدامها ليرقب ماذا تصنع مصر وشعب مصر وهو يبني المجد وحده. التباسل بين القوى الوطنية كلها، الحقيقة احنا لا نختلف مع البيان الذي ألقته معالي المستشار ونتفق تماما، لكن في نفس الوقت نحن كنا نعد لمؤتمر صحفي فقررنا ان نكون مجموعه واحده. مصر تحتاج ان تكون كتله واحده في مواجهه هذا الاستعمار. نحن في مرحله حرجه، نحن ان شاء الله سننتصر لان الشعب هو القائد وهو صاحب الشرعيه، لكن يجب ان نكون يدا واحده في مهاجمه في مقاومه هذه الهجمه الشرسه من الامبرياليه العالميه والصهيونيه وعملائهم في الداخل. الاحزاب والحركات الوطنيه وشخصيات عامه ساذكر بعضها حتى لا اطيع على حضراتكم: الجمعيه الوطنيه للتغيير، الحزب الشيوعي المصري، المجلس الوطني المصري، حزب فرسان مصر، حزب 6 ابريل تحت التاسيس، تكتل القوى الثوريه، تنسيقيه 30 يوليو، والقوى طبعا الاخرى اظن الاستاذه نور المتسكي موجوده معنا ايضا، نحن مشتركون في هذا العمل سويا.